يعني في تصعيد بيحصل طبعًا في تطوير طبعًا بيحصل طبعًا في الملف ده طبعًا. هل في معوقات مجتمعيه معطله حضرتك مثلا او معطله قائمين على الملف ده؟ كنت فاكره كده زي حضرتك لكن قلت لا انا هبتدي ابص على الصعيد، فلقيت وزاره الشباب والرياضه فعلا عامله برنامج الف بنت الف حلم بتنمي الكره النسائيه في كل المناطق دي، فسافرت معاهم ورحت قنا واسيوط وبني سويف وسوهاج. في فتيات بيلعبوا كوره في ده اوريدي بقى لهم سنتين جميل. والمدربين المركز البريطاني هو اللي متولي الموضوع وبيشرف عليهم وبيدربهم، ولقيت بنت كويسه جدا ضمتها لينا في المنتخب في مركز شباب البرجايه، والبنت معانا من يعني بقالها سنه دلوقتي فوق الروعه. اللي حضرتك بتقوليه ده كله يعتبر يعني ارهاصات لحاجات كويسه جايه او أيوة. بشاير أيوة. لخير على صعيد الملف ده. انا عايز وحدك انا ما جيتش قعدت اقول يا جماعه تعالوا العبوا كره نسائيه، لا ده انا لقيت كره نسائيه. احنا الدوري الممتاز 12 نادي وعندنا 34 نادي في القسم الثاني وفي 15 نادي انضموا. انا كان ممكن اروح عامله درجه ثالثه بس ما رضيتش السنه دي عشان ما اجيب لهمش احباط، انت انضميت تعالى درجه ثانيه وهقسمكم جغرافيا okay. لكن ان شاء الله السنه اللي بعديها هيبقى في درجه ثالثه وهيبقى في قطاع كبير.